السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع محمد مصطفى. يا رب تكونوا بخير. في البداية كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك تمام وتشترك في القناة. تمام، النهاردة أنا جايب لكم ساعة جديدة، ساعة أنا بجربها صراحة بقالي أكتر من شهر. تمام، هي ساعة شاومي اس 1 أكتف. تمام، الساعة دي أنا جايبها يعني حوالي شهر، وساعة يعني رهيبة جدا. فخلينا نبدأ بالأول نعمل أنبوكسنج سريع كده للإيه؟ للساعة. الساعة بيجي اوريدي تمام معاك هنا بوكس جوه الساعة. طبعا انا اوريدي كنت عامل انبوكسنج للساعة قبل كده تمام، فعشان كنت بستخدمها بقالي شهر، بس انا حابب اجرب معاك التجربة واوريكم محتويات العلبة وقد ايه. تمام، عندك الساعة هنا بيجي معاك الساعة. تمام، في عندك هنا هو بيجي معاك كيبل الشحن هنا. تمام، دي القاعدة بتاعت الشحن، هي احسن حاجة ان هي مرتبطة بيها يعني ديت بدون يو اس بي يعني. تمام، طيب، وطبعا يو اس بي تقدر تحطه في الكمبيوتر او في اي شاحن عندك. تمام، وبيجي عندك جوه هنا هو تمام المانوال. تمام، في عندك هنا اوراق، ده طبعا دليل الاستخدام. تمام، وحبه كتالوجات يعني كلها في المانوال. تمام، الساعة دي حرفيا من احسن الساعات اللي استخدمتها في حياتي. تمام، الساعة خفيفة جدا، وزنها خفيف جدا في الايد، يعني صراحة بنسى ان انا بستخدم الساعة دي اساسا. تمام، خلينا نتكلم شوية بقى عن ايه، عن مواصفات الساعة ومميزاتها وعيوبها. اولا ساعة شاومي اس 1 اكتف تمام، مخصصة للفيتنس، يعني هي ساعة رياضية. تمام، هي ساعة تعتبر سمارت تمام، بس مخصصة للرياضيين، فيها انظمة رياضة كتيرة. تمام، عندك الساعة بتيجي بحجم شاشة 1.43 انش. تمام، الساعة اموليد، اضاءة الساعة جميلة جدا حتى في الاضاءة العالية. تمام، تقدر تشوف الرؤية واضحة جدا. تمام، وفي عندك نظام انك تقدر اللي هو يستشعر الاضاءة، فالساعة تقدر تعمل اللي هو اوتو او تختار الاضاءة اللي انت عايزها مثلا من 1 لـ 5. تمام، طيب، عندك الساعة بتيجي باطار معدني. تمام، والساعة بتيجي بوزن 36 جرام، يعني الساعة خفيفة جدا، مش هتحس بيها في ايدك اساسا. طيب، الساعة خفيفة جدا طيب في الايد، طيب، ومريحة جدا في النوم، يعني حتى ما بحسش بيها وانا نايم ولا بتضايق خالص في النوم. تمام، الساعة عندك فيها 19 بروفيشنال مود. تمام، البروفيشنال مود دولت يعني مودات من الساعة اللي هي التنبؤ بالرياضة وهكذا، وفيها 117 فيتنس مود. تمام، طيب، الساعة بتيجي معاك ببطارية خارقة، بتيجي معاك بتدوم لحد 12 يوم، 12 يوم ده لو أنت بتستخدم كل مزايا الساعة، تمام، و24 يوم لو أنت هتفعل الإيه؟ الباتري سيفر مود. تمام، الباتري سيفر مود صراحة أنا الساعة بتقعد معايا أسبوعين تقريبا، يعني أنا مفعل كل حاجة وبتقعد معايا أسبوعين، يعني تقريبا يمكن أكتر من 12 يوم. تمام، والساعة بطاريتها كويسة جدا، وبتشحن تقريبا في ساعة أو ساعة ونص بكتير جدا. طيب، عندك الساعة طبعا بتقيس ضربات القلب، وبتقيس الأكسجين في الدم، وبتقيس معدل النوم معاك، والساعة كمان فيها جي بي اس عشان بتحسن من أدائك في الإيه؟ في التمارين الرياضية. حتى لو أنت بتجري بره البيت بتحدد الساعة حرفيا، المكان بتاعك اللي أنت بتجري فيه بتحدد النقطة بتحفظها، وبتعرف مكانك وأنت بتجري فيها. تمام، طيب، لو أنت دلوقتي عايز بقى كمان، الساعة دلوقتي بتيجي بنظام بيمنت، يعني الساعة لو أنت عندك في دولة بتدعم شاومي بيمنت أو النظام دوت، تقدر من خلال الأبلكيشن تضيف الكارت بتاعك في الأبلكيشن، وتقدر من خلال الساعة تقدر تجيب البيمنت وتدفع من خلال الساعة. طيب، تقدر تضيف كارت الدفع بتاعك، بس طبعا مش مدعم للأسف في مصر كارت الدفع. طيب، الساعة كمان بتدعم معاك المكالمات، والساعة فيها ده لأن الساعة حرفيا، الساعة طبعا بتدعم معاك المكالمات. طيب، والساعة حرفيا فيها مايكروفون وسماعة يا جماعة، الساعة فيها مايكروفون وسماعة، تقدر تتكلم. أنا حتى عملت فيها مكالمات كتيرة. تمام، وجميلة جدا، مش أحسن حاجة طبعا، بس لازم تكون مقرب يعني جدا من السماعة، من الساعة، بحيث المايكروفون ما يبقاش الصوت بتاعك بعيد، لأن جربت كذا مرة الصوت بيبقى بعيد جدا، يعني الشخص الطرف التاني اللي بيسمعك بيحس انك بتتكلم من مكان بعيد جدا. بس يعني من ناحيه الاداء، يعني محدش لاحظ انك بتتكلم من سماعه من الساعه، الا يعني اذا كنت بتتكلم بشكل يعني بعيد جدا. لكن الساعه ده حلو جدا، وصوتها كويس جدا، وحلاوه الساعه انها بتيجي مع نغمات اكتر من نغمه، يعني نغمه المنبه غير نغمه الساعه نفسها، غير نغمه الايه، غير نغمه الاشعارات. طيب، والساعة دي تقدر، وكمان تقدر من خلال الساعة تعمل المكالمات، بس طبعا من آخر 10 مكالمات أو آخر 20 مكالمة في السجل اللي عندك تقدر تتصل بيهم، بس للأسف الساعة ما تقدرش تطلب منها رقم معين وتتصل بيه. بس الساعة طبعا لازم تبقى مربوطة بالبلوتوث، ما فيهاش سيم كارد. تمام،
طيب خلينا نتكلم بقى عن الوان الساعه. الساعه بتيجي بشكل شيك جدا، تمام. الساعه بتيجي عندك بست الوان، عندك اللون الابيض واللون الازرق واللون الاسود. انا عن نفسي بحب اللون الايه الازرق ده، عاجبني جدا، تمام. وكمان بتيجي معاك اصفر وبرتقالي واخضر. طيب والساعه فيها اكتر من 200 واتش فيس، يعني من خلال ابلكيشن شاومي فيتنس، تمام، او مي فيتنس، تقدر تحمل منه الاشكال الكتيره، وطبعا تقدر تحدد الاشعارات اللي انت عايزها وتستخدم الاعدادات كلها من الساعه، وبينزل كمان واتش فيس كتير جدا. والساعه كمان مقاومه للميه تحت عمق 50 متر تحت الميه. طيب واهم حاجه في الساعه ديت ان هي متوفره الحمد لله في جميع انحاء العالم، ومتوفره في مصر، تمام، وتقدر تشتريها من على المون بسعر حوالي 4000 جنيه، تمام. هسيب لكم ان شاء الله رابط ليها في الديسكريبشن. وفي ملاحظه بسيطه، يعني الساعه يعني من خلال الاستخدام ليها لاحظت ان هي مش دقيقه شويه في الايه في حسب معدل ساعات النوم بتاعتك. ليه بقى؟ لان احيانا بكون نايم، عارف اللي هي النابس وهكذا، تمام، ما بتحسبش، يعني ممكن تبقى نايم صاحي بس ما تحسبلكش ايه عدد الساعات، صح، تحسب لك ان انت كل ده كنت نايم، تلاقي نفسك قايم 10 ساعات وانت ما نمتش مثلا غير 3 ساعات. يعني انت ممكن تبقى نايم بس نايم صاحي بتستخدم التليفون، او حتى نايم صاحي بدون ما تخش في النوم، بس الساعه بتحسب لك ان ده نوم. فدي طبعا يعني مش دقيق جدا زي ساعه هواوي. ساعه هواوي بصراحه يعني من احسن الساعات في حساب ايه معدل النوم والاستريس والحاجات دي، تمام. لكن فيما دون ذلك الساعه قويه جدا وكويسه جدا، ويلبسها شيك جدا في الايد، تمام. والساعه كمان تقدر تغير الواتش فيس بتاعها، عندك حوالي 10 واتش فيس، تمام. والساعه بتقرا الاشعارات بشكل كويس جدا جدا، يعني الساعه بتقرا الاشعارات، بتجيب لك صور الابلكيشنز كلها، لينكد ان وواتساب وفيسبوك وماسنجر وتويتر. وكمان الساعه دي فيها ميزه رهيبه جدا، انت لو حد بيتصل بيك على الواتساب بتجيب لك انها مكالمه عاديه، تمام، وتقدر ترد من خلال الساعه وتتكلم واتساب. يعني دي صراحه ميزه رهيبه جدا استعملتها في الساعه. فلو عايزين الساعه ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن، واتمنى الفيديو يكون جميل جدا وعجبكم. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل فيديو جديد. معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم.